مساء الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية 22 درجة مئوية، الملموسة 21، الرطوبة منخفضة والرياح تكون غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكا 34 ل 20، عرعر 34 ل 20 ايضا، وتبوك 33 ل 19 درجه مئويه مع اجواء صافيه بشكل عام. المنطقه الغربيه المدينه المنوره 37 ل 25، جده 34 ل 28، مكه المكرمه ارتفاعات واضحه لدرجات الحراره 41 الى 26، والطائف 30 الى 19 درجه مئويه. بالنسبه للمنطقه الجنوبيه الغربيه، جازان 34 ل 28، ابها 27 ل 17، والباحة 25 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 35 إلى 20، حفر الباطن 41 إلى 24 مع طقس حار، لكن هناك حالة ضعيفة من عدم استقرار الجوي خلال ساعة مساء يوم الخميس، تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة، نشوء أيضا غيوم ركامية وهطول زخات من الأمطار ونشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حفر الباطن تحديدا. الإحساء طقس صافي 37 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 36 إلى 23، بريدة 37 إلى 24، وحائل رياح نشطة وغبار خفيف 33 إلى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.